منواصل دراستنا في هذه الحلقة عن إرشادات للوالدين، للآباء والأمهات طبعا والأولاد. وهون الرسول بولس اللي بيتكلم لكنيسة أفسس. أنا موجود في أعلى نقطة من جزيرة بطمس، هذه الجزيرة الحجرية دائما فيها هواء شديد. هي جزيرة مش كبيرة، صغيرة، قطرها 34 كيلو، لكن أنا في أعلى نقطة. وعادة بحسب الروم الأرثوذكس بيبنوا كنائس في أعلى نقطة تكريما للنبي إيليا وتكريما لصعوده حي بمركبة نارية إلى السماء. من ناحية أخرى تستطيع أن ترى دير القديس يوحنا. يوحنا جاء إلى جزيرة بطمس، وبالواقع شهرة بطمس بسبب مجيء يوحنا. الناس بتيجي من أجل السياحة المسيحية أو تزور الأماكن المقدسة، وأيضا في سياحة أخرى لأنها تكثر بالشواطئ الجميلة في هذا المكان. هذا الدير يعتبر قلعة بناه خريستوتولوس في سنة 1088 تكريما مثل ما ذكرت للقديس يوحنا اللي جاء وشرف بزيارته هذه الجزيرة. وأيضا عاش في مغارة، في مغارة قريبة هناك سموها مغارة القديس يوحنا اللي أخذ منها الإعلانات، وطبعا اللي منه اليوم إحنا بندرس أو معظم الناس بتدرس سفر الرؤيا اللي بيتكلم عن نبوات آخر الأيام والمجيء الثاني. يوحنا جاء بسبب اضطهاد شديد حدث في آسيا الصغرى بزمن الإمبراطور دومشيان، واضطر أنه يجي إلى المنفى كأسير، وكان في هذا المكان لمدة 18 شهر. لكن الرب أعطاه الإعلانات أن يكتب سفر الرؤيا، وأيضا كان يبشر في هذه الجزيرة البحارة والناس اللي كانت تيجي إلى هذا المكان. نشعر بقدسية هذا المكان ومنحس بصدى الأنبياء بل نفسهم في هذا المكان، وهذا بيعطي شرف وامتياز أن أكون موجود في هذا المكان.